سادتي انساتي سادتي ميم الشربيني احييكم من استاد الاسماعيليه حيث نلتقي معا على الشاشه الصغيره مع بدايه الاسبوع ال33 واحداث اللقاء الهام المرتقب الاسماعيلي والزمالك. احنا عارفين ان نادي الاسماعيلي متصدر بطوله الدوري ب 48 نقطه وراء نادي الزمالك 47 نقطه والاهلي 47 نقطه. يا ترى يا ترى مين فيهم هياكل الكعكه النهارده؟ شحته وعلى ابو جريشه ونجوم الدراويش والصمبا صمبه الكره المصريه بقياده كبير الهدافين فكر الصغير هو هداف الدوري لغايه دلوقتي جايب 13 جول، ولا ابيل وبرجيله وورشه العمل بتاعتهم بقياده لص رضا هيكون ليهم راي ثاني. حظ طيب للفريقين وتمنياتي لحضراتكم بقضاء وقت ممتع ومشاهده مباراه طيبه. التشكيل والارقام. كامل كله تعفان الصغير جول كيبر وخط الظهر من اليمين للشمال من اربعه احمد قناوي اربعه وحمزه الجمل 16 وايمن رجب خمسه وفوزي جمال كابتن تيم الاسماعيلي النهارده ثلاثه خط الوسط من ثلاثه عاطف عبد العزيز اثنين الهداف احدث هداف لنادي الاسماعيلي وعصام عبد العال 13 وادهم صلاح دار 11 خط الهجوم من ثلاثه احمد العجوز 10 ومحمد صلاح ابو جريشه النجم الصاعد وابن النجم الكبير صلاح ابو جريشه وعمه علي ابو جريشه يعني عيله ما شاء الله كلها مواهب 9 وفكر صغير هداف الدوري العام لغايه دلوقتي 14. ملاحظين في التشكيل ان حمزه الجمل ومحمد صلاح ابو جريشه اللي كانوا بيمثلوا منتخبنا الاولمبي في اليونان رجعوا امبارح موجودين ضمن التشكيل. الزمالك هيبتدي بحسين السيد جول كيبر واشرف قاسم بيلعب ليبرو قصاده هشام ابراهيم وهشام يكن وفي خمسه في خط الوسط تامر عبد الحميد اللي برضه كان زميل صلاح ابو جريشه مع المنتخب ومحمد صلاح ابو جريشه وحمزه الجمل هيلعب النهارده تامر ناحيه اليمين جنبيه رضا عبد العال لوسطا رضا واسماعيل يوسف وعفت نصار وقدام جمال عبد الحميد وايمن يونس كابتن تيم الزمالك النهارده. التشكيل شفناه في الماتشات الاخرانيه واللي جاب الجول في نادي المحله رامبو الابيض نبيل محمود زي ما انا بسميه عشان حصل فيه اصابه في الاربطه الركبه زي ما قال لي دكتور ممدوح مصباح ورجله في الجبس حظه وحش الماتش مهم جدا ونبيل كان له دور في ماتش المحله وكان في التشكيل في الاساس. النهارده ومعركه الاسماعيليه انا في رايي معركه شرسه مفيش كلام، فالزمالك جه هنا الاسماعيليه بيبحث عن العرش مفيش قدامه غير المكسب، العمليه محسوبه وانتوا عارفين وحاسبينها اكتر مني، التعادل او الخساره تدي فرصه العمر لابن العم الاهلي اذا كسب الترسانه بكره وطبعا هيفضل الاسماعيلي في الصوره. الاسماعيلي هيقاتل بكل اسلحته عشان يكسب ويبقى حل الفزوره بين ايديه، والسؤال هل يقدر الاسماعيلي يضم درع الدوري الى خزينته بعد فراق 24 سنه؟ لان المره الوحيده اللي خد الدرع فيها الاسماعيلي كان موسم 66 67. اعزائي المشاهدين بيحكم لقاء اليوم طاقم حكام من الشقيقه تونس بقياده الحكم الدولي ناجي جويني ومعاه محمد صالح بلاغه ويونس السلمي. طبعا ناجي جويني شفناه كلنا في مونديال 90 في ايطاليا وكان ليه الشرف انه يحكم ماتش البرازيل وكوستاريكا. وصلوا امبارح وللاسف كان الاتحاد الكوره باعت لاتحادات ايطاليا وانجلترا وتونس وفرنسا، فجه طقم من فرنسا برضه موجود بس كانوا اتفقوا مع تونس. وطبعا ضربه البدايه زي ما انتم شايفين هياخدها نادي الزمالك
اللي لابس لبسه الابيض والاسماعيلي بلبسه الاصفر والزمالك هيبقى على شمالك ونظبط الساعات وجمال عبد الحميد وايمن يونس وعفت نصار قصاد الكوره. مفيش فرصه ان احنا نتكلم عن ملف الدوري للفريقين دلوقتي، انما لو جت فرصه ان شاء الله ندردش مع بعض ونربط الاحداث. الاسماعيلي 48 نقطه، فاضل له ماتشين، ماتش النهارده والاسبوع الجاي هيلاعب الكروم ان شاء الله في اسكندريه، الزمالك هيلاعب الاتحاد في اسكندريه، الاهلي هيلاعب الاولمبي في اسكندريه بس عنده بكره الترسانه. الناس الكبار اللي بينافسوا على البطوله بعد خروج المحله بشرف لما خسرت من الزمالك 1-0، قول هارد لاك للشناوي ورجالته، مفيش كلام. الزمالك هيبقى على شمالك ومفيش مفر لنادي الزمالك النهارده الا المكسب، التعادل هيبعده او تبقى فرصته ضعيفه جدا. الاسماعيلي عنده فرصتين انا في رايي، المكسب والتعادل. وضربه البدايه زمالك، جمال عبد الحميد ولعبها جمال عبد الحميد لايمن يونس 10 وياخد فاول معاه ايمن رجب. بادي الزمالك طبعا زي ما قلت لكم ابو رجيله وابيل واللعيبه عارفه ان النهارده اليوم 48 نقطه، طبعا اليوم 47 نقطه اسف، يعني لو اتعادلوا يبقى الاسماعيلي هيفضل متفوق بنقطه، ممكن الاسماعيلي يخش والاهلي يخش وما فرصتهم تبقى ضعيفه. فهجمه من الاول نادي الزمالك، جمال عبد الحميد وفاول سابوها الرضا، ورضا لعبها ناحيه الشمال وبتتلعب كرة عرضية في مجموعة كتير من شباب نادي اسماعيلي، أحمد العجوز 10 وأحمد العجوز لفكري إنما إسماعيل يوسف، إسماعيل يوسف ويرجع لحسين السايد. والله جمهور كبير مالي الاستاد النهارده، وفي على يميننا مدرج كامل لجمهور نادي الزمالك. الحميد اللي راجع امبارح، تامر اللعيبه الصاعدين عنده 20 سنه واول موسم ليه يلعب مع نادي الزمالك الموسم ده، من اشبال نادي الزمالك تامر لابس ثلاثه، اشرف قاسم برنس نادي الزمالك، اشرف نجوميه جسمه شكله ولعبه كله، اشرف هشام يكن. هنشوف خطط المدربين ابو رجيله وكانتا، هشام ابراهيم بيلعب مكان نبيل محمود اللي قلت حضراتكم عليه وكما كان لابس الدين هشام، ده من موسم ليه درجه اولى شماكه ما شاء الله، الاتحاد القومي لعيبه لابس الدين وحسين السيد قناوي بدماغه، مشاهد جمال عبد الحميد بيعمل مجهود كبير راجع ورا، يعني في عفت نصار بيتبدل هو وعفت نصار، اهو لعيبه لعفت نصار لجمال عصام عندنا هنا في الاسماعيلي عصام عبد العال وفي رضا عبد العال طبعا مش اخوان لان والله مفهوم الكابتن لطيف الاكشه بتاعته الحلوه، لا رضا ولا عصام اخوان. 16 حمزه جمل كان مثلنا منتخبنا الاولمبي بنفس مصر في اليونان، حمزه عنده 21 سنه افضل لاعب في تيم الاسماعيلي، رجع تعبان شويه سيد العاطف احمد رمزي وياخد اول احمد رمزي 5 دقايق داخلين على 5 دقايق والتعادل 0-0. لقاء القمه النهارده بين الاسماعيلي والزمالك، لقاء فرض نفسه مفيش كلام. جمال عبد الحميد بيسقط، جمال بيطلع مكانه رضا عبد العال، هشام ابراهيم بتاخد منه هشام تاني يطلع غلطته وبيرجعها لحسين السيد. مناورات قدام طبعا الكاميرا يمكن ما مبينها لكم بين حراوزة وخط وسط نادي الزمالك ومدافعي نادي الاسماعيلي عشان يخطوا، بدأ فتح نصار لحسين السيد، جمال عبد الحميد
الثاني ايمن يونس ورضا وعرفت نصار بيغيروا اماكنهم مع بعض. وعشق قاسم محمد صلاح ابو جريزه تسعه جاب جولين لينا في ماتش تركيا والله في اليونان. وهشام ابراهيم كالعاده لهشام يكن لما نادي الزمالك بيمسك الكوره بيطلع تامر قدامه احمد رمزي وبيحدف هشام يكن وهشام ابراهيم سنتر باكين ياخدوا مكان الباكين يبقوا ثلاثه عشان يزودوا خط الوسط مع احمد رمزي. وادي هشام ابراهيم عرفت نصار اسماعيل يوسف فاهمين وحافظين اسماعيل هو مكان اشرف هشام يكن اشرف قاسم لحل محمد صلاح وصلت في اللحظه دي رضا انما رجعت لحسين المره دي كره حسين طويل جمال ياخد من ايمن رجب وتروح لايمن يونس وايمن يونس بيلعبها جوه المنطقه عرفت نصار بدماغه ضعيفه كان ممكن والله تعمل حاجه انما تروح بيه سعفان الصغير في حاجات محفوظه واضحه لي الحقيقه وعاطف عبد العزيز حمزه الجمال 16 ايمن رجب 5 مجموعه كبيره في نادي الاسماعيلي النهارده فوزي جمال الكابتن بيلعب منتخب مصر واخد فاول مع عرفت نصار ملتزم وناجي جويني يقول لهم لا مش عاوزين حاجات من بدايه الماتش فوزي جمال وعرفت نصار وياخد فاول فوزي هيلعبها حمزه جمل في ايده الاسماعيلي النهارده طبعا زي ما قلت لحضرتك لعبها العاطف عبد العزيز الدين لفوزي جمال وبيخشوا تامر ده ثلاثه وده ثلاثه انما تامر عبد الحميد في بيلعب في خط ظهر نادي الزمالك ناحيه اليمين وفوزي جمال ناحيه الشمال قطر الدوري مشواره يوم الجمعه 31/8 سنه 90 يعني قطعنا معاه 32 محطه والنهارده بندخل معاه الاسبوع ال 33 مع بدايه الشهر ال 11 في عمر اطول واعنف دوري عرفته المتابعه منذ انشائها 48. اشرف ناحيه الشمال لعفت وياخد عودة اسماعيلي قناوي اللعيبه الصعبه حمزه الجمل 16 حمزه سنتر باك نادي الاسماعيلي ايمن رجب برضو نفس الفكره سيناريو واحد بتاع خط الظهر الاسماعيلي والزمالك جمال هنا بيحلق هناك محمد صلاح بيحلق يعني ترويد المره دي جمال عبد الحميد في زياده عدديه طبعا ايمن رجب اول كره قدام للعجوز احمد العجوز نشيط احمد وخفيف الحركه ويلم وماشي احمد وعاوز يرقص انما ياخدها منه هشام ابراهيم هشام كسب برضه كويسه وبيلعب كره حلوه والله لجمال حميد انما تروح لايمن يونس وايمن يونس مع عاطف عبد العزيز بيلعبها لاحمد رمزي ويطلع حمزه الجمل والصلاح دار فكر الصغير مميز فكري بدقنه لما تروح لاسماعيل يوسف اللي بيلعب متاخر في خط وسطه ظابط ظابط ايقاع خط وسط نادي الزمالك عرفت نصار ايمن رجب في الدقيقه 13 وما زالت النتيجه بين الاسماعيلي والزمالك التعادل 0-0 والحقيقه جت فرصتين واحده للزمالك واحده للاسماعيلي في منتهى الخطوره حظكم وحش انك ما شفتهمش زي قدر المخرج مرزوق يسري مرزوق يطلعها الله يبقى حاجة حلوة جدا كورة أحمد رمزي وصل جوه المنطقة ولعبها بالعرض وكان عرفت نصار على بعد 6 أمتار إنما شالها أيمن رجب وكانوا عاوزين بينالتي نادي الزمالك إنما جويني قال لأ وكورة ثانية أحمد العجوز شاف شغله وفات من جبهة الشمال كلها ووصل على خط الجول قريب من القايم الشمال ولعبها بالعرض ما تلاقيش حد وبعدين يرجعها ثاني فوزي جمال جوه الفكر صغير ويشيلها أشرف ما زالت النتيجه تعادل 0-0 وحماس وقوه ونديه ومجهود كبير من الفرقتين ولمحات فنيه يعني على خفيف انما بنحس لما اللعيب من اللعيبه اللي موجودين قصادي دول بيلاقوا مساحات كويسه لان مجموعه كويسه بتلعب النهارده فيهم لعيبه مجموعه كبيره فيهم اكسترا حواس واكسترا مهارات وادي ايمن رجب بيرقص كويس ايمن خمسه ايمن اول موسم ليه وبيلعب كوره انما تروح لحسين الحيوي اول موسم ليه ايمن رجب ب
بيقول للزميل لوز مردوه ان عاده الفرص او الاهداف يعني الفرص الضايعه من مسيره ومش من العربيه. جمال عبد الحميد لعفه نصار ناحيه الشمال عفه وعاوز يرقص قناوي وبيفوت انما كويس ادهم في الاحضار وعاطف عبد العزيز الاثنين بيلعبوا في خط الوسط عاطف عبد العزيز اثنين خط الوسط الاسماعيلي عاطف الكره طويله يحاول فكري انما اسماعيل يوسف يا سلام خلصت كويس اسماعيل مشتركه رضا عبد العال امل جمهور نادي الزمالك ايمن يونس 10 ايمن وبيلعب كره حلوه ناحيه الشمال لاحمد رمزي انما ايمن رجب زي ما بقول لحضراتكم 24 سنه ايمن واول موسم ليه مع الاسماعيلي كان في نادي السكه ايمن رجب وكان خده بايسه في المنتخب يعني ترانزيت من اللعيبه اللي بتطلع وتخش في الفتره اللي فاتت تحت الاختبار. سعفان ربع ساعه والتعادل قائم اعزائي المشاهدين 0-0 اسماعيلي وزمالك احمد رمزي قناوي ياخد اوت اربعه قناوي برضه من اشبال النادي انما لعيب قديم شويه عن المجموعه الصغيره محمد صلاح ابو جريشه وعاطف عبد العزيز وتعدي انما هشام ابراهيم يشيل ايمن رجب كورتين حلوين قوي اللي فاتوا سخنونا وخلونا نشحن بطاريه التعليق انما للاسف كان اثناء هزام العصر. بيتكلم عفت نصار زويني 41 سنه حكم 10 سنين دولي حاجه تشرف العرب تونس حمزه الجمل هشام يكن محمد صلاح ابو جريشة وياخد فاول فاول للاسماعيلي في الدقيقة 16 وعاطف عبد العزيز وحمزة الجمل مدفعجي حمزة الجمل جايب ثلاث اجوال حمزة الجمل 16 عاهد الفاولات وبيخش حمزة انما تتصد وترجع لعاطف وبيشوط كورة فوق فوق حمزة الجمل جايب ثلاث اجوال للاسماعيلي بيلعب سنتر باك صحيح وجايب فاول المحلة هناك لما الاسماعيلي عمل مفاجأة وكسب المحلة 2-1 وجاب جولين تاني وعاطف عبد العزيز برضه اللي شاف الكورة فوق العارضة دي هو أحدث هداف للاسماعيلي جايب برضه ثلاث أجوال واحد في المحلة هناك يعني الجولين اللي جابوهم هناك كان عاطف عبد العزيز وحمزة الجمل كان ماتش مؤثر جدا وجايب جولين من فاولات في المقاولين واصل أشرف عاشف قائد هجمات نادي الزمالك او بادي هجمات نادي الزمالك كره حلوه قوي لايمن يونس طبعا ناحيه الشمال ايمن ومعاه ناوي حمزه جمال يخلصها كويس انما الباص مشترك اشرف حازم لحسين السيد حسين السيد نقل للزمالك من اسم موسم 87 88 وما شاء الله فرض نفسه في الموسمين اللي فاتوا وضم منتخب مصر دلوقتي حسين 26 سنه ونص سنين تقريبا وادي اشرف للشماكه نفس السيناريو زي ما قلت لحضراتكم بيطلع بيطلع احمد رمزي قدام وبيطلع تامر قدام تامر عبد الحميد وهشام ابراهيم ناحيه اليمين وشماكه ناحيه الشمال بيبقوا 3 على 2 اشرف حسين بيلعبها الرضا محفوظه طبعا الحاجات دي ورضا ممسوك رضا من ادهم استحضار وهشام يكن بيرقص وعفت نصار خلصها كويس عفت وماشي انما هناوي حامي الجبهه اليمين للاسماعيلي لسه بيقاوح مع عفت نصار واحمد رمزي بيطلعها عاطف عاطف عبد العزيز نشيط والله وطويل ما شاء الله وتتقطع كره محمد صلاح ويرجع ثاني ايمن رجب لسعفان الصوره
ليه قصه صعفان في الموسم ده في ماتش الاهلي هناك. انتوا فاكرين الحكم يحيى الجبري لما طردوه اتوقف، خد درس طبعا صعفان، ودي بنقول لكل الناشئين ما فيش اعتراض على التحكيم والروح الرياضيه والكلام مهما كان الموقف. حكم في اعصابك، قطع من عصام عبد العال، ياخدها رضا عبد العال، اهو ده عبد العال وده عبد العال واحمد رمزي عامل اختام نادي الزمالك، عامل اختام هجمات نادي الزمالك من الشمال. النهارده طارق في الاحتياطي وادي رضا، ورضا بيعت الكوره جوه المنطقه ما تلاقيش غير سعفان. داخلين على الدقيقه 20 وما زال الاشتباك قائم اعزائي المشاهدين، التعادل 0-0 اسماعيلي، وادم صلاح دار كسب ارض كويسه ومشوار انما متوقعها. اشرف قاسم برنس الدفاع، اشرف ايمن اسماعيل رضا عبد العال ومعاه ناوي لاحمد رمزي ورا للشام، باستثناء الفرصتين دول هجمات كان في كورتين للزمالك الحقيقه وكره للاسماعيلي، باستثناء الثلاث هجمات دول فما زالت الهجوم في شكل سندوتشات خفيفه يا دوبك بتوصل لحدود ال 18 والصفر. تامر عبد الحميد عفت للصف، شاكين حركات نادي الزمالك عفت ورا، تامر قدام كره سهله ثالثه حافظين، كذلك نادي الاسماعيلي يأدي نفس الغرض ولابسين لبس البرازيل الحقيقه كرتهم حلوه نادي الاسماعيلي. جمال عبد الحميد، ايمن يونس، وفي ايمن يونس وفي ايمن رجب، ايمن يونس زمالك، عاطف اسماعيلي اثنين عاطف، كوره من اليمين للشمال صلاح ابو جريش، محمد صلاح لعيب مميز طريقه والله حلوه، والكره الشمال العرضيه وبيك ورد حلوه فكري، حلوه فكري، لا جمله حلوه والله، جمله حلوه، جمله حلوه حلوه، كره عابره للمحيطات من عاطف عبد العزيز من ناحيه اليمين لاقصى الشمال بيقابلها حلو محمد صلاح ابو جريشه، وادي المهاره الحلوه ومسكه الكوره وفات من هشام، من هشام يكن، مع ان هشام صعب ترقيصه ويفوت ويلعبها بكره برجله الشمال، تلاقي مين الصقر الهداف فكر صغير 14 جاب 13 جول فكري ولابس 14 باك ورد حلو وكره حلوه زمالك او اسماعيلي، انما الكره الحلوه حلوه. وقت هشام ابراهيم كسب ارض كويسه والله هشام وماشي هشام، انما مع عاطف عبد العزيز اللي لسه عامل لنا الكره الحلوه اللي فاتت الطويله وياخد دعوه نادي الدويني مديله لغايه دلوقتي ما حسش بالحكم جوه الماتش، دليل ان اللعيبه مساعداه ما فيش حاجه غير عاديه، ماتش ماشي الجمهور مولع الماتش في المدرجات، اللعيبه مجهود بيتبذل كله حاسب حسبته، والاهلي مستني بفره يقول لك مصائب قوم عند قوم فوائده، بس طبعا هو الاسماعيلي لو كسب يبقى فرصته 90% انا رايي عنده كوم بعد كده في اسكندريه. رضا عبد العال، رضا ومعاه رضا عبد العال ومعاه عصام عبد العال، الظاهر كابتن شهتب هاي العصام اول موسم ليه، عصام رقم 13 مع برضه الاسماعيلي من كفر صقر، وادي رضا لاشرف قاسم، اتكيف اشرف قاسم بانه يزيد كيف بطريقه نادي الزمالك. جمال عبد الحميد 14 بنا اوت، هنشوف جويني نادي جويني جويني بيقول لي قبل الماتش هم قالوا لنا في تونس تعالوا، انما ما يعرفش الماتش، قال هو دوري قال هو كاس، يعني قال لما جينا عرفنا بقى القصه وان الصراع ايه بين الفرسان الثلاثه الاسماعيلي والزمالك والاهلي. طبعا ايمن رجب باص وحش هيفت خسار، جمال عبد الحميد الخبره حط كوره حلوه قوي لتامر، تامر وفوز، هنشوف المنظر ده كتير، وصالح بلاغه اللي ماسك فراوده نادي الزمالك جول ضربه مرمى الاسماعيلي، برضه صالح بلاغه دولي من 10 سنين يعني زي ناجي جويني، وزار مصر هنا 7 مرات بس عمره سنه زياده، وكره عكسيه من صلاح دار تطلع بره. مشكله التحكيم بالقصه في الماتشات الحساسه خالص، شفنا ماتش الاهلي والزمالك في الدور الاول وفي الدور الثاني جمال الشريف، والنهارده شايفين جويني
ناجي جويني وادي اشرف قاسم. وهقول على حكايه ظريفه بالنسبه للتحكيم، يمكن تحل بس مش دلوقتي، وياخد فاول ما اعرفش ناجي جويني، يمكن اول انذار لفوزي جمال على تامر عبد الحميد، لتامر عبد الحميد لصالح تامر. ماتشات كاس العالم 86 تفتكروها لغايه ما يقوم تامر، تفتكروا الجول اللي جابه مارادونا بايده، ففكروا بقى في اختراع حكم الكتروني ما يغلطش بعد جول مارادونا ده. وفعلا مجموعه من العلماء قاموا بدراسه فكره الاختراع مع خبراء الكوره فين؟ في امريكا واوروبا، والعلماء دول متخصصين في الالكترونيات، واتفقوا ان التجارب هتفضل لغايه سنه 2000. فاذا نجحت التجارب دي وقدر الحكم يظبط كل الاخطاء ويحفظ ويخزن القانون، طبعا هيتم اعتماده. وشفتوا انتم ماتشات التنس اللي بيزاحها الزميل عادل شريف، وبيقول لك العين السحريه وبيسمعوا الزماره. وطبعا دلوقتي حكامنا لما يسمعوا الخبر ده هيزعلوا مني ويقولوا طب يا سيشيربيني بكره يعملوا نفس الحكايه مع المعلقين. لا انا ضامن مفيش حد هيقدر يتكلم، ما يقدروش يختاروا حد يتكلم. والفاول اللي تامر انما والله ممكن تحصل، ليه لا؟ ياما هنشوف، اذا عشنا ياما هنشوف. العلم اتقدم واشرف قاسم وينظر لفوزي جمال ودعي فاطمه نصار. قص الاحضار رضا عبد العال معاه، فعلا باين مع رضا عبد العال باين قوي عصام عبد العال، يعني عيله عبد العال ماسكه بعض. بس عصام اول موسم ليه مع نادي الاسماعيلي، انما رضا عبد العال ده موجود في نادي الزمالك من 87، كان في النيل الادويه رضا، انما ما شاء الله ليه شعبيه دلوقتي ليه جماهيريه، لانه لعبوا في اكسترا حواس واستمارات. لابس الاحضار يخبط في هشام ابراهيم، هشام يكن وهشام ابراهيم، الاثنين هشام والاثنين سنتر باكات، ويسيبها ادهم في الاحضار برضه من نيل للادويه. ادهم في الاحضار ضم النادي الاسماعيلي الموسم ده مجموعه كثيره، يعني حوالي اربع لعيبه في الماتش النهارده اول موسم ليهم مع نادي الاسماعيلي. رضا وعصام عبد العال وعبد العال، انما يخلصها قناوي اللي مش مرتبط بالجبهه اليمين، وحمزه تامر، حمزه الجمل مدفعج الاسماعيلي لسه الاحضار. ادهم فكري مع اسماعيل يوسف، هنشوف هل فعلا اسماعيل بيلعب ليفرو خط وسطه ولا مرتبط بفكري الصغير. ما غاضش اتنام مع فكري الصغير وبياخد فاول فكري، مديله ناجي جويني، ناجي جويني وفي ايد حسين السيد كورة لفوزي جمال. مفيش غير جمال عبد الحميد مع حمزه وايمن رجب، ويرجعها ايمن وسعفان. الاثنين المدربين لهم تاريخ، ابو رجيله وشحته مع نادي الاسماعيلي، لان هم ابو رجيله ابن من ابناء نادي الزمالك، ومثلوا في الستينات طبعا منتخب مصر، وخد الدوري معاه بطوله الدوري وهو لعيب، وخد بطوله الدوري وهو مدرب اقول لكم. وكذلك شحته المره الوحيده اللي خد الاسماعيلي فيها بطوله الدوري موسم 66 67، وادي احمد رمزي 13 احمد. فعلا عصام عبد العال بيدور يشوف رضا فين، سايب الكوره لو الصوره باينه. اسماعيل يوسف مشوار كويس، احمد العجوز فكري وفكري، انما يا سلام يا اشرف قاري اللعبه كويس قوي. اشرف قاسم مفيش تشتيت يقدر يلعبها للجول، لعبها للجول تبتدي هجمه احمد رمزي واشرف ممتاز مشوار ماشي. اشرف قاسم نموذج للمدافع، بيفكرنا بابراهيم يوسف وبيفكرنا بحسن حمدي، الناس اللي بتلعب بالمخ والمهاره دي. عفت عاوز يفوت عفت نصلي احمد رمزي، واحمد رمزي انما في فاول على احمد رمزي. 28 دقيقه وما زال الاشتباك قائم بين الاسماعيلي والزمالك في مباراه من مباريات تحديد المصير، ما فاضلش غير اسبوعين، الاسبوع ده
والاسبوع اللي جاي. قعدوا 0-0. ايمن راجب يا سلام، عمل لعبه كويسه مع فوزي جمال وكسب ارض كويسه. ايمن حاجه حلوه جدا اللي بنشوف لاعبات الاسماعيلي والزمالك النهارده، وصحه حلوه جدا اسماعيل يوسف، مفيش تقدم مراكز وحافظوا، وفي تقدم هيساعد طبعا المنتخب حاجات كتير. جمال عبد الحميد ما شاء الله اكبر اللعيبه سنا، جمال عبد الحميد 33 سنه ونص، مواليد 57 24/11/57، حرك في كل حته وخبره جمال عبد الحميد، وهداف نادي الزمالك 9 اجوال. تامر عبد الحميد بره، دراويش هيدي الصوت، يبقى اللعبه قال على طول. الجمهور بتاعنا زواق، اسمع اللي هي بالاسكندريه بورسعيد في مصر، جمهور الكوره واحد خلاص، مش محتاج احنا نصحيه ولا هنشحنه ولا هنحقنه ابدا. اللعبه هيدي صورتين ثلاثه تلعبوا على الجول في البدايه، بدايه اول ربع ساعه، بعد كده اللعبه كله في نص الملعب. وزي ما بقول لحضراتكم كل الهجمات بتاعت الفريقين سندوتشات خفيفه، يعني ما بتوصلش غير يا دوبك لغايه خط ال 18. في التزام وفي مجهود، المهاره ليها دور هنا، لعيبه اللي يعرف يفوت من واحد واثنين يحل المشكله. احمد العجوز توزيعها كده على خفيف، وثاني احمد العجوز لابس 10 احمد وخلص. هشام ابراهيم، ايمن رجب، عصام عبد العالي فاجئ واتفاله، وانما يرجعها لفوزي، وفوزي لحمزه الجمل، وحمزه الجمل اسفل، حمزه الجمل صلاح ابو جريشه عاوز يلعبها ترقيصه وتويفه ما كملتش. ايمن رضا عبد العال، رضا عبد العال 28 سنه، رضا هو صحيح لسه اسمه بكوره جديد لانه انضم سنه 87 من النيل الادويه، انما عنده 28 سنه، وده انا بعتبر يعني من 26 سنه بيبتدي لعيب الكوره ينضج ويحفظ، فتتمرن بقى مع مدربين كتير ولعب مع لعيبه مميزين وانواع مختلفه وعرف ازاي يضبط الرقابه والتدريبات و نشوف بره يتعاقدوا ويعملوا عقود لعيب 32 سنه 33 سنه لسه بيعملوا معاهم 20 سنه. طبعا دي بتعتمد على امكانيات اللعيبه، ده اشهر اسم وقدراته والمركز اللي بيلعب فيه. اسماعيل يوسف، اشرف قاسم، جمال عبد الحميد 14. والله ما نشوف فانيلا رقم 14 دي، لان هنا جمال 14 وفكر الصغير 14. وياخد جمال اوت لاحمد رمزي، اشرف تتخطف من عاطف عبد العزيز لفكر صغير اهو اللي بقول لكم لابس 14 زي جمال، وده هداف نادي الاسماعيلي والدوري، وده هداف نادي الزمالك. واحمد العجوز وعنده فرصه، شوف الكوره بره يا احمد بره، استعجلت فرصه حلوه حلوه لاحمد العجوز، فتح لنفسه سكه وخلص احنا على السبيلين، عاوز يحطها في البعيده لما شاطها بره، كان بتاع الزمالك مفتوح هجمه ممتازه. نقدر نقول ان الكور دي انصاف فرص، انصاف فرص، انما ممكن تيجي منها جول مفيش كلام. رقم 14 ده بيفكر له نجوم الكبار كرويف اللي بيمرن دلوقتي، يوهان كرويف النجم الكبير في جانا كلكم تفتكروه نجم فرنسا، حتى شحاته طبعا كان في نادي الزمالك. النهارده جمال عبد الحميد 14 نادي الزمالك، وفي علاء ميهوب في النادي الاهلي كان بيلبس 14 قبل ما يغيرها ب 10. فانيلا ليها ذكرى، هشام يكن نص ساعة و32 دقيقة، والاشتباك قائم. أيمن يونس هناوي اللي اتنقل معاه هنا، يعني شوف قطعا دي تعليمات الكابتن شحته، وفي متوظف كل لعيب. احمد هناوي اربعه بيدور على ايمن يونس بيشوفه فين، كذلك عصام عبد العال بيدور على رضا عبد العال بيشوفه فين. زمان يقول لك طب لو خرج هيخرج معاه؟ لا طبعا مش اهو. عصام قطعها لرضا، طبعا اللعيب لما بيتمسك مان بيحس نفسيا انه اللعيب ده يعني مجهوده هيعمل، لازم يعمل مجهود اكتر كتير عشان يهرب من الرقابه، فبتاثر عليه بيعمل تحركات اكتر. وادي في الاحضار بيلعبها لفوزي جمال، وفوزي بيخلص وخارج رجل مين؟ برافو يا حسين،
رابع فيه. هو الفكرة حسين السيد من البداية من طلعت رجل الكورة مخزن الاحتمالات وقاري اللعبة لما طلعت وطالع معاها لانه مش هيقابلها عند الجول ابدا. 6-7 تمطر راحت الشمال بالسرعة المطلوب عشان يقابلها حسب الميعاد، وفعلا حسين قابلها حسب الميعاد. كرة حلوة جدا، لو ما طلعش حسين عملها فوزي جمال كان ممكن تعمل حاجة. هذه الحاجات اللي احنا بنقولها ممكن للجول كيبر، مش وظيفته بس يصوت، لا ده الكرة العرضية جزء كبير من وظيفته. وتتقطع من عاطف وعفت ناحية اليمين لجمال، وجمال معاه فوزي جمال، ده جمال عبد العميد وده فوزي جمال، ما معاه بره جمال عبد العميد. صالح بلاغة اللي ماسك فوزي الزمالك بيقول بره، انما شفنا كرة حلوة بتاعت احمد العجوز، وابتدت الهجمات بقى تعدي السندوتشات الخفيفة، انما كرة احمد العجوز حلوة، والكرة حلوة جدا اللي عملها فوزي جمال، انما حسين السيد صح. جويني بيقول له العب، يلا يا سعفان، عندنا فكر الصغير وسعفان الصغير وسط الاحضار، انما تروح لهشام ابراهيم لعب مكان نبيل محمود النهارده في اصابه نبيل زي ما قلت لحضراتكم، ما يكون اللعيب بقى فورمه كويسه ولعيب اساسي بيجي جوال ويحصل له حاجه وحشه زي نبيل كده بحظ وحش فعلا. الماتشات دي مهمه وماتشات اضواء. واشرف لعبتك 12 اسماعيل يوسف لعبت نصات، يا سلام، انما بتتقطع. عاطف عبد العزيز ملتزم جدا، عاطف من اللعيبه اللي عامله مجهود في خط وسط الاسماعيلي، وترجع لهشام بالعقل الرضا. اسماعيل يوسف ومعه عصام عبد العال، فكر الصغير ياخدها هشام، هشام ابراهيم وداس هشام كسب ارض كويسه. ايمن يونس اللي جه ناحيه اليمين مع الاحضار، عفت نصار هو بيشوف منين يا عفت، تروح لهشام لسه مشارك في الهجمه، انما ايمن رجب ملاش حل غير الزحله. خلصها الادم في الاحضار 11 ادم، 13 عصام حمزه الجمل، العجوز هشام ابراهيم، وياخد فاول تامر عبد الحميد، ياخد فاول العجوز تامر عبد الحميد. ما شاء الله تامر اصغر لعيب في نادي الزمالك 20 سنه ومن اشبال النادي، واول موسم ليه واتاخد منتخب اولمبي، جسمه كويس مهارات كويسه وبدايته تبشر بالخير. تامر عبد الحميد، حمزه الجمل، سلسله اللعيبه اللي ضمهم الاسماعيلي الموسم ده اول موسم ليه، اسماعيل يوسف، جمال عبد الحميد، المره دي ايمن يونس راح ناحيه الشمال وسابها لرضا، اهو راح له رضا عبد العال، عصام عبد العال، رضا عبد العال راح له عصام عبد العال، واوف سايد، اوف سايد، صالح بلاغه رافع، ايمن يونس اوف سايد. 35 دقيقة اعزائي المشاهدين، وما زال الاشتباك قائم في معركة الإسماعيلية بين الإسماعيلي والزمالك، التعادل 0-0. يا ترى هيحصل ايه في العشر دقايق دول ولا السيناريو واحد؟ هنشوف. هشام يكن، وعلى فكرة الفرقتين في الدور الأول اتعادلوا 0-0 في استاد القاهرة. 48 نقطة ما تنسوش الإسماعيلي، و47 نقطة الزمالك، ورضا ترقيصة كده على خفيف لأحمد العجوز، لهشام إبراهيم، هيفا نصار، تامر، ثلاثة تامر، هشام، أيمن رجب ما شاء الله طول وتوقيت، فكري، شق حلو فكري من رضا، وماشي بيلعبها تاخد مع محمد صلاح بس اللمسة واحدة، عاطف عبد العزيز وتاني تامر يطلع لرضا، خلصها من عصام، عفت نصار، جمال عبد الحميد كبير الهدافين في نادي الزمالك الموسم ده جاب 9 جوال، جمال، ايمن يونس، اوه فاول مدي جويني، فاول لايمن يونس على ايمن يونس. لو فتحنا اعزائي المشاهدين ملف الفرقتين ونشوف مع بعض احداث ال 32 اسبوع اللي فاتوا لغايه ما يقوم ايمن، الاسماعيلي كسب 18 ماتش من ال 32، 10 في الدور الاول و8 في الدور الثاني.
الزمالك كسب 20 ماتش، 9 في الدور الاول في عهد خوان كارلوس، لان خوان كارلوس المدرب البرازيلي ابتدى مع الزمالك واستلم منه ابو رجيله الرايه بعد كده. يبقى كسب 10 زمالك كسب 9 في الدور الاول و11 في الدور الثاني مع ابو رجيله، وده اعلى رقم بين انديه الدوري، 18 حققه الزمالك في المكسب وراء الاهلي 19 والاسماعيلي والمحله 18. الاسماعيلي لاول مره في تاريخه مع بدايه مسابقه الدوري العام اللي هي استاد 48 احنا عارفين يفضل متصدر المسابقه من اول اسبوع لغايه الاسبوع ال 16. وبعدين دخلت لعبه الكراسي الموسيقيه بين الاربعه الكبار الاسماعيلي والزمالك والاهلي والمحله، تبادلوا الصداره لغايه ما وصلنا لمحطه 32 وتصدر الاسماعيلي مره ثانيه. حمزه الجمل يسيبها 10 حسابات. الاسماعيلي تعادل 12 مره، 6 في كل دور. احنا عارفين ان الاتحاد صاحب الرقم القياسي في التعادلات 16 مره لغايه دلوقتي. هشام ياكن بيرجع لحسين السيد. الزمالك اتعادل 7 مرات، 4 في الدور الاول و3 في الدور الثاني. هشام ياكن فاضي خالص، عفت نصار ومعسل احضار في خبره ثانيه لعيبه نادي الزمالك. احمد رمزي زي ما قلت لحضراتكم حامل اختام هجمات نادي الزمالك من ناحيه الشمال، وعفت وبيعكس كورة بره محلوشة. الإسماعيلي أقل نسبة خسائر، خسر ماتشين بس، وده رقم قياسي ليه من سنة 48، أول مرة يخسر ماتشين بس. الماتشين خسر من الأهلي 1-0 بجول طاهر أبو زيد في استاد القاهرة، وزي ما قلت لكم الماتش ده بيفكرنا بحادثة طرد زعفان. وفي أقوى مفاجآت الدور الثاني خسر من الترسانة هنا 1-0 بفينالتي جابه السعد مؤمن غفار، وكان هدفه قدير فكري الصغير ضيع. اتلعبت من حمزه لايمن رجب، هيدي اللعب تاني بعد كورتين العجوز وفوزي جمال، وعفت لجمال تتقطع وتروح لفوزي جمال. الاسماعيلي محمد صلاح، محمد صلاح ابو جريشه عاوز يفتح لنفسه شارع وبيفرد وبيجيب. صلاح ابو جريشه كان ممكن يزور الشبكه بتاعه حسين السيد. محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم 21 سنه واصغر لعيب في الفريقين في تيم نادي الاسماعيلي النهارده، بدايته موسم 88 89، وكان جاب جولين لنادي الاسماعيلي اخرهم ماتش المنيا اللي شفناه في التلفزيون الاسبوع اللي قبل اللي فات 2-0، وجاب جولين منتخب فريقنا الاولمبي او منتخب مصر الاولمبي لما كسبنا تركيا 2-1. يا كرة اتلعبت هات وخد، صحتنا والله، صحتنا والله في الدقيقة 40. رضا بيهرب من رقابة عصام، عصام قال له هتروح فين يا رضا؟ ورجعها لأنه محور لعب طبعا. رضا مهارات لو في مساحة بيعرف يفوت كويس وبيغير اتجاهاته كويس، بيشوف الملعب كويس. الماتش اللي فات عمل كويس قوي بتاع المحلة، انما الماتش ده باين طبعا نجحاش. جمال لاحمد رمزي وعلى رجل الشمال احمد وبيعكس كورة ياخد كورنر. كورنر هجمة هنا ضيعها محمد صلاح ابو جريشه بكوره فيها لمحه جماليه، هات وخد ظريف جدا ويحطها جنب القايم اليمين لحسين السيد. وادي كورنر رضا عبد العال هيلعبه. فكرنا والله بالجول اللي جابه نادي الزمالك في المحله، بس كان نبيل محمود موجود. تعبت من اشرف ياسم لعبه متفق عليها، المرات لعبت قصيره لايمن ورضا. واه جمال عبد الحميد كان هيخد نصار مستني، جمال طبعا بظهره مش شايف وياخد اوت ادهم الاستحضار. داخلين على الدقيقه 42 والاشتباك قائم، اسماعيلي وزمالك التعادل 0-0. صعفان صغير عاطف عبد العزيز 23 سنه عاطف وياخد فاول فكري. محمد صلاح ابو جريشه بيلعب راس حربه، بيلعب مع الشماكه، بياخد فاول محمد. شريط طبعا شايفينه حضراتكم زي ما نشوف ماتشات اوروبا، نزل من جمهور هناوي عاطف
واشرف يخش في الوقت المناسب، ترجع لاحمد قناوي بيلعب ناحيه اليمين النهارده ان شاء الله، اقول باك يمين وهات وخد مع صلاح وبيحطها بيعملوا لمسات حلوه لما محمد صلاح بيمضي على الكوره في الحته دي، بيعمل لمسات حلوه جدا، يا هات وخد يا بيميز وبيلمها لنفسه، شغل بقى الفراوده الكبار. النجم الكبير كبير بيتولد نجم، مفيش كلام. محمد صلاح ابو جريشه في ريحه ابوه صلاح ابو جريشه وعمه على ابو جريشه، الجيل الجديد اللي ما شافهمش طبعا، الناس دي كان لها تاريخ ولعبوا منتخب مصر، وغير كده لمساتهم حلوه، في جمال في الاداء زي ما بيقولوا اشرف هيثم هنا، في جمال في الاداء. اسماعيل يوسف، اشرف ياسر، رضا عبد العال، هات وخد مع احمد رمزي، واحمد رمزي هو جول، يجيب جول يا احمد، يحطها وزعفر وترجع لايمن يونس ويزحلقها بالبدائيه حمزه الجمل، وترجع لايمن يخلص نفسه من واحد واثنين، واستبسال من حمزه الجمل مش ممكن، هات وخد في منتهى الجمال. يعني الماتش ابتدى، هو صحيح على فترات على فترات، انما كرة حلوه جدا جدا اللي احنا بنشوفها في الفترات اللي بتحرك فيها الفريقين، لان زي ما قلت لحضراتكم في مجموعه صادي من اللعيبه في الاسماعيلي وفي الزمالك عندهم اكسترا مهارات واكسترا حواس، فعشان كده في المخ والكوره بيدونا شكل جميل جدا. وادي اشرف وكوره بيحطها حلوه جدا، عرفها تنصار مش ممكن يا زعفان، في توقيت سليم جدا وكره صعبه يصد كره عفه نصار في الدقيقه 44. سيداتي يعني سادتي اتحركت عقارب الساعه لتعلن عن قدوم الدقيقه 44، وعفه نصار يحط هيدز جميل جدا، انما زعفان الصغير يمسك كوره حلوه قبل كده شال كوره احمد رمزي، جول اكيد لنادي الزمالك. ما زال السباق قائم والتعادل 0-0، واحمد رمزي اللي عامل الشغل وحامل اختام هجمات نادي الزمالك من ناحيه الشمال، والكره اللي فاتت عملها تاخد وانفرد، رجع تاني وشوف مغطى مكانه، ما شاء الله احمد رمزي من نجوم منتخبنا، وترقيصه حلوه 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 من الحاجات اللي تعجب في المتفرجين. عفت نصار ورضا عبد العال وايمن رجب، وفاول للرضا عبد العال. الدوري بتاعه خسر 5 ماتشات، 4 في الدور الاول مع كوان كارلوس، وخسر معركه المصري التاريخيه في الدور الثاني الغير متوقعه لما استخدم المصري حق الفيتو، وكسب 2-0 بجول مصطفى بوداب والمشائي، والمصري حير الكل وغير الاوضاع في تابلوه الدوري بالماتش ده بالنسبه للفرسان الثلاثه، ودخلكم ودخلنا كلنا في حزبه بيرما. أكبر مكسب حققه الإسماعيلي فوزه على بورفؤاد بالإسماعيلية والاتحاد بالإسكندرية 4-0، وأكبر نتيجة الزمالك حققها مكسبه المنصورة 5-0. فاول وجمال، فوق يا جيمي، فوق فوق. أغلى مكسب حققه الإسماعيلي مكسبه للمحلة في المحلة 2-1، والماتش ده فرق كتير جدا معاه ومع المحل، حمزة الجمل وعاطف عبد العزيز جابوا الجولين، معلش يا شناوي تتعور. اغلى فوز للزمالك مكسبه للناس الكبار الاهلي 2-0 في استاد القاهره، ايمن يونس ومصطفى ابراهيم. ناجي جويني يصفر سيداتي يعني سادتي، ويعلن ان الاشتباك ما زال قائم، انما انتهى الشوط الاول بالتعادل 0-0، وحتى نلتقي مره اخرى مع احداث الشوط الثاني. اعزائي المشاهدين لكم مني مره اخرى احييكم من استاد اسماعيليه، حيث نتابع معنا احداث الشوط الثاني بين الاسماعيلي والزمالك. انتهى الشوط الاول بالتعادل 0-0، وناجي جويني نزل ارض الملعب وما حصلش تغيير في تيم نادي الزمالك، انما في الاسماعيلي زي ما قال الكابتن فوزي جمال كابتن التيم، خرج عصام عبد العال اللي كان بيلعب 13 وقت بيلعب مع رضا، ونزل مكانه احمد رزق لابس 12 احمد رزق برضه من اشبال النادي، ويصفر جويني. ودلوقتي الاسماعيلي هيبقى على شمالك قناوي، 4 قناوي. الشوط الاول يعني
فترات نوم كتير وفترات قليله صحينا فيها، لما فيها لمسات حلوه، فيها لمسات حلوه هنا وهنا. نقدر نقول نشوط متكافئ وفرص متكافئه، انما كانت فرص اكيده كانت ممكن قوي تيم فيهم يفك الشباك فعلا. حمزه جمال هنا، فوزي جمال بيلعب ناحيه اليمين دلوقتي، احمد رمزي، احمد رزق، نفس المهمه، خرج عصام عبد العالي يا رضا وجالك احمد رزق يا رضا. هنشوف رضا عبد العال 15، احمد رزق 12، في الصوره واضحه اهو معاه، بيناوي تعليمات الكابتن شحفة. احمد رمزي النجم الكبير والنجم المهارات عاليه، طبعا لازم يقاسي النجوميه، ما بتجيش من فراغ، امكانيات لعيبه وتدريب وتطوير ونجوم. Thank you.
يحجز وتنصر. إنما الشوط الأول والفرص اللي ضاعت الزمالك والإسماعيلي شعار الند للند، نفذوا رجيم قاسي في الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني وأول هجمة للإسماعيلي منظمة بترد ثلاثة من صلاح دار، يحط رجله الشمال صاروخ ارتفاع متر تقريبا، وعلى شمال حسين السيد، على شمال حسين السيد يجيب جول حلو جدا جدا. حسين السيد ما يقدرش يعمل لها حاجة، حسين السيد ما يقدرش يعمل للكرة دي حاجة، كرة تهدم الصلاحدار. وتكلمنا على تاريخ الناديين في المسابقة، فالإسماعيلي خد بطولة الدوري مرة واحدة موسم 66-67 بعد صراع رهيب مع الأهلي، كان جيل على أبو جريشة وسيد عبد الرازق وميمي درويش والسقا وأمين إبراهيم شحتة العربي يصلي طربوش سيد حامد ريعه أميره السناري. وبيحطوا كرة حلوة حلوة عاطف، حلوة عاطف عبد العزيز، عاطف عبد العزيز أحدث هداف للإسماعيلي ومن أشبال النادي. شحتة اداله فرصة، جاب ثلاث جوال من فاولات، عشان كده فعلا هو متخصص، جاب جولين منهم من فاولات وجاب جول في المحلة 2-1. أشرف قاسم، هل يا ترى كلمة طز إيفان ده. وكورة كان عارضة كورنر، حط ايده حسين كورنر اتشعل للملعب، وازداد اصفرار المدرجات على الشرطة لون الشرطة الازرق السماوي اعلام والجمهور. انما ما زال التشجيع تكنولوجي، ما شفناش حاجة، مدرج الزمالك ساكت. طبعا المكسب غير الخسارة، فرق كبير جدا. وادهم اللي جاب الجول بيلعب كورنر، ايمن يونس، ايمن يونس، حسين مع صلاح ابو جريشة، محمد صلاح، اشرف، عفت تصار، مجهود كبير عفت ماسك وسط الملعب. لسه ما عملش نادي الزمالك اي تغيير، واحتياطي نادي الزمالك النهارده ايمن طاهر، حسين عبد اللطيف، خالد جلال، مصطفى ابراهيم، طارق يحيى. وطارق يحيى على فكره هو هداف لقاءات الزمالك والاسماعيلي في الثمانينات، لاعب اربع جوال طارق، موجود في الاحتياط النهارده. وفاول لنادي الزمالك، هيلعب اشرف، اشرف قاسم، نبيل محمود كان مفيد في الحاجات دي، وجمال محمود، جمال عبد الحميد. انما يحطها جمال عبد الحميد، والله منين؟ من على ال 18 في 9 فرص. جمال عبد الحميد مميز بضربات الجزاء، ساب لعاطف، وعاطف متعقل، اسماعيل يوسف، رضا عبد العال. مش عامل حاجه خالص رضا النهارده، متكتف في الشوط الثاني. وصلاح يا سلام، حتى كعب للعجوز، محمد صلاح ابو جريشة والدراويش والعجوز، والعجوز يا سلام بيشوط احمد رمزي، امام احمد رمزي وبيرقص ثاني، وهشام يكن ابتدائيه وياخد كورنر. عاطف عبد العزيز واحمد العجوز عاملين شغل، احمد العجوز نشيط ومهارة
63 64 64 65 تعاقب المدرب الاوروغوايي المتميز فاندلر حبيب ابو رجيله. كان ابو رجيله اياميها لعيب وكان غاوي تدريب فعلا، كان بيتتلمذ على ايد فاندلر. مشكله ان في طوب من بعض الجماهير، طوب قليل يعني، فناجي جويني موقف وبيشوف الحكايه بعد انقطاع 12 موسم لصالح الزمالك الدرع موسم 77 78 وكان مع ابن من ابنائه زكي عثمان. ويعود ابو رجيله لتحقيق البطوله الرابعه موسم 83 84 بعد علاقه متوتره مع الدوري استمرت 5 سنوات. وياتي موسم البطولات للزمالك 87 88 وحسين يمسك كوره صلاح دار كورنر لعب وايمن رجب. ايمن فرق قوي انك تجيب جول وقطع مشوار ما شاء الله، شق طريق زي السكينه في الجاتوه ايمن ووصل لحته جنب خط الجول. والله برافو يا ايمن، منقول من السكه حديد ايمن رجب. وزي ما قلت لحضراتكم فايز سابيح وترانزيت رايح جاي ويسيب، هل يا ترى يثبت نفسه في المنتخب ايمن؟ وحسين ايمن يونس برشا لما اشرف ياسم بكل تمكن اسماعيل لما ما فيش حل غير الزمالك لازم يجيب جولين. نقطه بقى صعبه اسماعيل اسماعيل يوسف لجمال عبد الحميد ما عملش تغيير نادي الزمالك جوه المنطقه ناحيه فوزي جمال وعيسى فصار. عيسى فصار موقف صعب لان انسحاب طويله وجنب الخطوط ياخد كورنر. عيسى فصار يحاول ياخد اوت. عيسى فصار كوره فوزي جمال على ربع ساعة من الشوط الثاني والإسماعيلي متقدم بجول أدم الانتصار. راجل تعبان ما قدرش حسين السيد الحقيقة من لها حاجة أبدا. كورة أدم الانتصار كورة يموز وجاية كورة يموز وجاية شاطر وجميل في الشوط من خارج ال 18 مش كل مرة يعني الكورة دي لو طلعت بره ما حدش يقول إن سلاح دار ده ياخد جول، إنما معجوز جاله فرصة أول أبطال وأحمد رمزي جاله فرصة يجيب شوط مهم جدا. ورضا عبد العال اقف مع احمد رزق مع احمد رزق مع احمد رزق مع قناوي دلوقتي قناوي احمد قناوي ده قناوي ده رزق احمد قناوي افار لما بيروح له رضا لعيبه لاشرف ياسر واشرف ياسر اسماعيل يوسف هشام يكن عقب بطار. هو يمكن اللعيب اللي انا شايفه فاضي ويقدر يعمل حاجه لنادي الزمالك في نص الملعب. تامر هشام وتامر وياخد فاول تامر هالاند دلوقتي من احمد رزق واحد واحد تغيير ابو جيله مصطفى ابراهيم ايمن يونس هيخرج وينزل طارق يحيى. زي ما قلت لحضراتكم هو هداف ماتشات الزمالك والاسماعيلي في الثمانينات جاب 4 اجوال طارق يحيى. خرج تامر عبد الحميد ونزل مصطفى ابراهيم وماشي العجوز مع هشام ياكل. برافو يا هشام برافو يا هشام. طارق طول العجوز كان اطول شويه ما شاء الله مشوار وكان هينفرد لولا دخول هشام كان في التوقيت المناسب. وكورنر للاسماعيلي اكثر دلوقتي بكثير نادي الاسماعيلي. وقت الاحضار اللي جاب جول عريس الماتش لغايه دلوقتي وقت الاحضار ادهم وكره في الشوط بره. انما الماتش سخن والحقيقه بنشوف دلوقتي كوره حلوه
الاخر رضا عبد العال واقف عاطف عبد العزيز ملتزم جدا عاطف مكتب صحيح لنادي الزمالك النادي الاسماعيلي هشام ابراهيم حاسب قاسم حاسب كوت حلوه معاه في المسار اسماعيل يوسف محل عليها من رجب قفلت لقيتها الرضا قافلين نادي الاسماعيلي في الاخضر الابتدائيه ايمن رجب ومع رضا وبيفوت 10 ووصل لحط الجون وعنده وقت لعبه حلوه وطارق يحيى يا وطارق برجله الشمال تم والله انما رايحه فين جنب القايم الشمال او ليه لمفيش حوالي شبر او شبرين قنبله كان ممكن تعمل حاجه زي ما بقول لحضراتكم ان طارق يحيى اللي لسه نازل في الشوط الثاني طارق جايب اربع اجوان لنادي الزمالك في الموسم ده وضيع بينالتي ماتش المصري انما هو هداف الزمالك في ماتشاته مع الاسماعيلي في الثمانينات جايب اربع اجوان هل يقدر فعلا طارق يحيى يغير من النتيجه جات له فرصه وحطها بره العجوز مع شام نص الاحضار حاشا فاتن هشام يكن ومع هناوي عاطف عبد العزيز ثلاثة في منتهى الفدائية وإناوي وعاطف وياخد فاول نادي الزمالك رضا عبد العال طارق يحيى اللي اداله ابو رجيله فيزا الاشتراك بعد ربع ساعه في شاط الكوره الحلوه اللي فاتت ابو واحد فيها عملها هات وخد انما اخر مصطفى الفتى وعاطي اصل الاحضار بيلعبها العشرة اخر مصطفى يطلع هشام ابراهيم مصطفى ابراهيم هشام ابراهيم راجع برضه كان مع المنتخب الاولمبي وتروح لهناوي وهناوي ما عندوش وقت طلع كورنر الماتش مستحمل غلطه وبلدين جول والجول ده ممكن يكسبهم حظ جول لما على العموم الماتش لغايه دلوقتي في الشوط الثاني انتهى وفترات كتير بنشوف كرة حلوة بنشوف خطط بنشوف تكتيكات جداده بنشوف العاب طازه ملهاش دعوه بنظام المعلبات شفنا مهارات عاليه في بعض الفترات شفنا شغل كويس من الفريقين انما الاسماعيلي متقدم وكورنر وبيحط كرة حلوة جدا عرفت الفطار ويجيب جول اتعب عرفت الفطار من كورنر يجيب جول اتعب عفة نصار لسه بقول لحضراتكم ان في تكافؤ في الدقيقة 20 تعلن عن عودة الاشتباك او الاشتباك ما زال قائم بيصحى عفة نصار الاوضاع بكورنر ويحطها بدماغه ويتعادل الندال الاسماعيلي والزمالك في ماتش اعصاب ومباراة حلوة مفتوحة وفيها اثارة دلوقتي اوفسايد كمان عبد الحميد عفة نصار جاب ثلاث اجوان للزمالك قبل كده من ضمنهم جول بدماغه يبقى ده ثاني جول عفة نصار شفنا مهارات عاليه في بعض الفترات شفنا شغل كويس من الفريقين انما الاسماعيلي متقدم وكورنر وبيحط كوره حلوه جدا عفة نصار ويجيب جول اتعب عفة نصار الجول اللي على شمالنا واحنا في استاد الاسماعيليه جمهور الزمالك قاعد على يميننا شافه متاخر ان الكره كانت صعبه فابتدى يهلل متاخر انما الدور على جمهور الزمالك اقل طبعا جمهور الاسماعيلي انما جول وادي صلاح ابو جريشه محمد صلاح للعجوز احمد العجوز عاوز يفوت احمد بلعبه حلوه لفوزي كمان ومع اسماعيل وناجي جويني بيقول له قوم ده فاول عليك يا فوزي مش اشرف من الكلام ده قلت لحضراتكم بعد انقطاع 12 موسم
بتحل فيها بعد الكورة. هادي هشام إبراهيم بياخد كرة رضا وبيرجعها لحسين، وبعدين خسر 2-1 للزمالك بعد مدربه القدير عصام بهيج اللي خد الكاس الأفضل آسيوي كام حاجة. ياخد بطولة خدها الزمالك في الدوري في جمال عبد الحميد مع 14 فكري وأحمد ريد اسماعيل يوسف 13 و 13 اسماعيل يوسف 22-23 دقيقة، وأصبح التعادل القائم بين الزمالك والإسماعيلي 1-1. الكرة حلوة بتتلعب من ناحية اليمين من عبد النصار صاحب الفرح أو صاحب جول التعادل للزمالك. قطع عصام إبراهيم، رضا عبد العال، رضا عبد العال، حمزة الجمل. دلوقتي الزمالك مسيطر بداية الشوط الثاني، كان الإسماعيلي وجاب جول قطرة ارتباك للزمالك. طبعا نصيب كورة كويسة دلوقتي الزمالك بعد جول ادى في ثقة، وده أحمد رمزي بنقل نفسه جوه مع أيمن رجب. العموم اقدر اقول ان لعيبة الاسماعيلي بادائهم المميز في الموسم ده اعتمدوا شهادة ميلاد جديدة بحثا عن شخصية مميزة وسط عمالقة الكرة المصرية الزمالك والاهلي. ما زال جويني بيكلم ايمن رجب، وايمن رجب يعني بيقول له معلش حصل خير، وفاول للزمالك. 1-1 ماتش في منتهى الإثارة. قبل الماتش وفي وسط الماتش، قبل الماتش طبعا حديث الناس كلها ايه اللي هيحصل، والشوط الاولاني بينتهي 0-0 والشوط الثاني وفرص ضايعة. حتم الاحضار يفاجئنا ويفاجئ نفسه ويفاجئ الكل بجول فظيع ملحقش يتهنى عليه ادهم بعد فترة والتغييرين اللي عملهم ابو رجيلة. على طول لحق نفسه، نزل مصطفى ابراهيم الحبوب المرشطة لنادي الزمالك، طارق يحيى ومصطفى ابراهيم. طارق رفع كورنر وعفت نصار جاب جول هيدز. 25 دقيقة وتشبكت الخيوط تاني، التعادل 1-1 بعد ما صحح الأوضاع عفت نصار. فاول من حته كويسه، احمد رمزي متعود وجمال عبد الحميد متعود. اعزائي المشاهدين في الدقيقه 25 من الشوط الثاني سلسله من المداولات بين احمد رمزي واسماعيل يوسف وجمال عبد الحميد. يا ترى هتصفر عن ايه هذه المداولات؟ ومصطفى ابراهيم وطارق يحيى وطارق وبيحط. يا سلام يا طارق، يا سلام يا تعبان. الظاهر طارق فعلا حظه كويس عن اسماعيلي، امسك الخشب حط كوره كورنر وجاب جول عفه نصار، وفاول حلو قوي انما تعبان شافها على الاخر وحط ايده وطلع كورنر. كورنر ثاني من ناحيه الشمال، طارق يحيى المره دي اختارها لاحمد رمزي ثنائي وبيلعبها كره عرضيه وبيحط عفه نصار بدماغه. يا خبر ابيض، ياخد فاول تعبان الصغير. الصفار كان هيخش التاريخ من كورنر برضه قصير، واحمد رمزي لعبها خارج رجله حلوه وكان جاي ياخد الصفار بدماغه تعبان يا دوبك شافها على الاخر انه ما ياخد فاول وموقف نادي الجويني علشان ينزل رجال مسافة نادي الاسماعيلي. يا رضا تعبان. 10 مدربين شاركوا في تدريب نادي الزمالك في الثمانينات ولغاية دلوقتي بين أجانب ومصريين. مايكل إيفرت موسمين 80-81 81-82، فازوفيتش 82-83، أبو رجيلة 83-84 وخد فيها الدوري، أحمد رفعت 84-85، لينكوفيتش 85-86، باركر
86 87 عصام بهيج 87 88 و 88 89 زكي عثمان واخوان كارلوس 89 90 واخوان كارلوس وبرجيلا الموسم. اكثر نادي في العالم غير مدربين برشلونة الاسباني 45 مدرب اخرهم يوهان كرويف نجم هولندا. مهنة صعبة ومتعبة ومطلوب منها نتائج واعصاب ما فيش كلام. لسه واقع سعفان وموقف ناجي جويني عشان سعفان يتعالج. شحته مسك الاسماعيلي قبل كده ثلاث مرات، اول مره موسم 71 واستمر موسمين 71 72 72 73 وبعدين خد موسم 76 77 وبعدين بعد ثالث مره موسم واحد، يعني خد ثلاث مرات قبل المرات، اول مره موسم 71 وثاني مره موسم 76 وثالث مره 81 اشتغل موسمين والموسم ده 90 91 استلم من فيلد كامب الالماني ومعاه علي ابو جريش. مسابقه الدوري اتغير نظامها اكثر من مره وما زالت بعيدة عن الاستقرار بقرارات متضاربة بعضها من مجالس إدارات الاتحاد. اللعيب الوحيد اللي الحكم يقدر يدي وقت وما يخرجوش خارج الملعب هو كده. بعض قرارات مجالس إدارات اتحاد الكورة وبعضها من الجمعيات العمومية العادية والغير عادية وبعضها من اللجان الفنية حاجة تلخبط. المهم إن دي المرة الثالثة اللي الدوري بيتلعب من 18 نادي في تاريخ المسابقة من 48. أول مرة كانت موسم 73 74 والدوري ما كملش واتعبت 18 نادي موسم 74 75. في إنجلترا منذ بداية المسابقة 1888 يعني من 102 سنة الدوري بيبتدي في الأسبوع الأخير من أغسطس وبينتهي في الأسبوع الأول من مايو منتهى الالتزام. إذا بصينا في سجل مسابقة الدوري السنة دي نجد إن الضيف الجديد على المسابقة هو أسوان اللي بيشارك لأول مرة في تاريخه ليصبح النادي رقم 43 اللي بيشارك في المسابقة منذ بدايتها 48. كان جمهورية شبين الوافد رقم 42 الموسم اللي فات اللي اتلغت فيه مسابقة الدوري. وقام سعفان الحمد لله ونادي جويني طبعا حاسب وقت لأن احنا داخلين نص ساعة لما قطع فيها وقت ضايع كتير. واحد واحد هشام يكن بفدائية تناوي وإناوي الرزق أحمد رزق نصف الإحضار نصف الإحضار لفوزي جمال حمزة الجمل بيرقص أسوأ حمزة وبنعيبها لعاطف عبد العزيز شديد لي والله عاطف عنده فرصة يشوط شويط عاطف إنما لعيبها سرقة تاخد مع العزيز يرفعها عشان يكن إسماعيل يوسف ما يلحقهاش أكتر في ال 43 نادي دول سبع أندية بس كان لهم الشرف بالفوز بتاعه هنا في احتياطي نادي الاسماعيلي عماد جابر 24 سنه وده اول موسم ليه واحتياطي جواد في تيم شحته وفي خالد القماش ومحمود عبد العظيم واحمد رزق اللي نزل وبشير عبد الصمد النجم بتاعهم لسه موجود في الاحتياطي وواقع سعفان. الزمالك زي ما قلت لحضراتكم خد الدرع ست مرات وفعلا عماد جابر بيسخن. الترسانه خدها مره موسم 62 63 الاولمبي خدها مره موسم 65 66 واول نادي من خارج القاهره يفوز بمسابقه الدوري. الاسماعيلي اللي بيلعب النهارده خدها موسم 66 67 المحله تاخدها 72 73 والمقاولين كاخر ضيف على الاهلي والزمالك ياخدها 82 83. لسه سعفان يعطل جويني وبيشوف الوقت وهيحسبه طبعا بيكلمه عفة نصار بيكلمه مصطفى الرايين يقول لهم انا معناها يعني الوقت حاسبه ما فيش كلام كله هياخد حقه ان الزمالك زي ما قلت لحضراتكم فرصته انه يكسب ماتش غير كده هتبقى فرصه الاسماعيلي والاهلي زكي صبوك.
الاهلي والزمالك والمقاولين العرب من اول ما طلع للممتاز موسم 78 79 هم الثلاث انديه بس من 43 نادي دول اللي ما نزلوش للدرجه الثانيه. الاسماعيلي نزل على فكره موسم بقول لكم الاسماعيلي نزل في الدرجه الثانيه وطلع ثاني، انما ثلاث انديه بس اللي ما نزلوش هم الاهلي والزمالك والمقاولين العرب. لان نزل الاسماعيلي موسم 57 58 مع نهايته واستمر اربع مواسم تحت موسم 58 و59 و60 و61 ورجع للممتاز موسم 62 63 وحقق بطوله الدوري بعد اربع مواسم. والله برضو انجاز جيل رضا والمرحوم رضا وشبته والعربي وامير وطربوش الساقه، الناس حضروا طبعا في الجيل ده والجماهير هنا ما تنزل. نعم تعبان الحمد لله، انما هل يا ترى يقدر يكمل ولا لا؟ ما زال عماد جبر بيسخن، كابتن شبته بيعمل احتياطاته فبيدي فرصه لعماد يسخن لان مركز حساس جدا الجول. هشام ابراهيم يرجع لحسين، حسين السيد هشام يكن اعصابهم هادي بتاعت الزمالك شويه. انك تجيب جول مش سهل ابدا في الماتش ده، الزمالك عوض حاجه كبيره. حسين السيد بعد صفر صفر في الجول الاول ما توصلوش. صلاح ضار صاحب هدف الاسماعيلي ادم صلاح ضار. احمد رزق روح اسماعيل يوسف كسب ارض كويسه قوي. اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف لطارق وطارق حلوه بخارج رجله من ناحيه الشمال لاحمد رمزي بيشوطها برضه وحشه يا احمد دي. احنا هجمه مرتده سريعه وخدها حط بصمته فيها اسماعيل يوسف كسب ارض ساعتها لطارق. لطارق اللي ليه مسات كويسه مع عارفين انه بيعمل اوفرات كويسه بين الشمال بيشوط كويس وجات له فرصه ورفع الكورنر الكورنر اللي جه منه جول وشاط فاول كويس. يعني ليه انتاج وادي صلاح توقيته حلوه. محمد اللي حطها حلو جدا لعاطف عبد العزيز في مساحه فاضيه وعاطف كوره عرضيه بيعكسها الكوره بتكمل والهجمه بتكمل وبتنتهي بلعبه على الجول سواء بره او سواء الجول يصد بتبقى اللعبه حلوه وبنشحن بطاريه التعليم مفيش كلام والجمهور بيتبسط. هي دي الكوره. بيكلم صلاح ابو جريشه نادي زويني عنده 41 سنه نادي وحسين العشر لحسين هشام ابراهيم جمال عبد الحميد اسماعيل يوسف اشرف قاسم رضا رضا عبد العال لعبها وحش قوي رضا تروح لهناوي لاحمد رزق واحمد رزق ماشي ده فكري فكري ماشي كبر شويه بيلعب معاه كويس انما تروح لطارق وطارق بيرجعها بره كورنر في الكورنر يا طارق كانت هتعمل كارثه لو الكوره دي جت له لان طالع حسين السيد وطارق بيرجعها له وكورنر للاسماعيلي بيلعبهم دايما ادم الخضار برجل الشمال اللي جاب الجول ادم الخضار. خامس الاحضار والضربه الركنيه وحسين ومعاه محمد صلاح ابو جريشه انما حسين بيمسكها كويس. حسين السيد لجمال عبد الحميد بيعتمد عليها برجيله التاولات الكورنر ونزل عليهم بيرجع عشان يميز الناس. مصطفى ابراهيم جاب جول في النادي الاهلي مصطفى بيلحق عاطف عبد العزيز بن طارق واخد اوت طارق يعني. ما زالت علاقة النجم الكبير جمال عبد الحميد والشبكة متوترة. آخر جول جابه في المنصورة وجاب تسعة أجوال. وبيشوط مصطفى إبراهيم من بعيد في صعب. الحمد لله صعب سليم.
بطل نادي الزمالك الفترة اللي فاتت دي باستثناء الكرة اللي لعبها العجوز رضا فجأة مع فكرة صغير هشام يكن أشرف قاسم الحقيقة أشرف وهشام ويكن وهشام إبراهيم بياخدوا أماكن كويسة في الثلث الأولاني وبيفتحوا اللعب ناحية اليمين وعفت ويطلع أيمن رجب إسماعيل يوسف مصطفى إبراهيم يا سلام مصطفى حلو جدا مصطفى هذه الحاجات اللي احنا عاوزينها وبنطلبها من فراودتنا وخط وسطنا مفيش وقت للتصريح وهي جايه بتاخد شاطئ كوره حلوه 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 اهي فوق العارضه بسنتيمترات انما ليها شكل وكانت ممكن تعمل حاجه تعلن عقارب الساعة عن مضي 37 دقيقة من الشوط الثاني طبعا في وقت ضايع كتير وما زال الاشتباك مستمر وقائم بس بدل 0-0 بقى 1-1 اسماعيلي وزمالك احمد هناوي احد الحبوب المنشطة اللي نزلها شحتة الشوط الثاني هشام ابراهيم بكل فدائية عمل ماتش كويس هشام لطارق لاسماعيل وايمن رجب يقع واسماعيل يوسف انتهت الفرصه وكمل المشوار والكره العرضيه قدام حته قدام حته لجمال عبد الحميد الحق التعبان اللي ما انتفع كويسه من جمال واحمد هناوي نص الاحضار هذا مثل الاحضار في مصر للعزيز متحرك وبيجي كويس العزيز بس الباص وحش هشام ابراهيم ومعاه في القصار ويطلع هشام فكري 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 والكرة العرضية طلع أشرف يا سلام الله طبعا عقل مصطفى إبراهيم لعيب كويس برضه مصطفى وأدي رضا عبد العال أول مرة يستلم مستريح والإسماعيلي يوسف طويلة على طارق شوية يلحق ولا هناوي لا هناوي يلحق مع إنما مع طارق مشاكس وياخد فاول طارق ياخد مدي راجل ويني فاول مصطفى على هناوي وتلعبة لأحمد رمزي إنما مدي أوفسا مدي اوفسايد نادي جويني ان احمد رمزي اوفسايد رفع الرايه يونس السلمي هنشوف نادي جويني بيعمل ايه ما اعرفش المشكله ايه انذار لزعفان الصوي يعني لسه بنقول زعفان كان ليه مشكله في ماتش الاهلي واتطرد وبرده يعني بدون لزوم هو رايح يعترض على الفاول والفاول اتلعب وخدت اوفسايد يا زعفان وانتهت العمليه سواء كان الحكم صح او الحكم غلط في وجهه نظرك فالاعتراض بيشد اعصابك والاداء الله يكون في عون اللعيبه جوه الملعب ماتش حساس جدا بطولة بين أقدام ال 22 لعيب الموجودين في أرض الملعب والجمهور اللي بره مستني هل يا ترى يقدر الإسماعيلي يحل لنا فزورة الدوري النهارده ولا هتحال أوراق الدوري إلى الأسبوع الأخير هنشوف محمد صلاح مهارات كويسة محمد استقبال وياخد فاول فكر صغير أعزائي المشاهدين داخلين في مرحلة المطبات الصعبة 40 دقيقة من في الشوط الثاني غير الوقت الضايع طبعا مش أقل من 5 دقايق حسب تقديري وحمزة أوبا يا الله عنتر يا حمزة عنتر خد كرة منين بعد خط نص 10 تمتار إنما مميز وراحت بالمسطرة في إيد هسينس مصطفى إبراهيم عفت نصر اللي صحح الاوضاع وجاب جول التعادل لنادي الزمالك رضا عبد العزيز اشرف عاصف نجوم نادي الزمالك النهارده اشرف ياخدها عاطف عاطف قبلها احمد هناوي واحمد هناوي لفكري فكر صغير فكر صغير فكر صغير عاوز يرقص بدون لزوم انما يخلصها يصحح خطا احمد العجوز واحمد العجوز وبيفوز الهشام يا كان احمد واه انما ياخدها
ويلعبها رضا عبد العال، ورضا عبد العال بيوسع لنفسه بكسرة حلوة. أحمد رمزي، أحمد رمزي من هدافين نادي الزمالك الموسم ده جاب 6 جوان، وإسماعيل يوسف بيحطها ضعيفة أوي. إسماعيل بيسع فرصة. بشير عبد الصمد بيسخن، بينزله كابتن شحتة. بشير بيلعب مهاجم أو خط وسط، وفوزي جمال يقود إحدى هجمات نادي الإسماعيلي في الشوط الثاني من ناحية الشمال. فوزي وقرب منطقة جزاء، وللعجوز وعاوز ياخد هاتو خد، وللعجوز ميس إنه هيلعبها لفوزي، بيعاتبه وشطف إيد أخين قصة. رضا عبد العال هجمة مرتدة، شاف لعيبة الإسماعيلي تعبوا ومساحات موجودة، وجمال عبد الحميد 14، جمال بيشوط كورة حلوة. لسه بقول لحضراتكم ما زالت العلاقة بين نجم الزمالك جمال عبد الحميد وهدافه والشباك متوترة، إنما شوط حلو ورا جمال. لكن جول جابه في المنصورة، جاب 9 تجوال. هيخرج فكر صغير وهينزل بشير عبد الصمد، ده التغيير الثاني لشحن. بشير عبد الصمد أحد الحبوب المنشطة اللي دفع بيها شحتة في أواخر الشوط الثاني مكان فجري الصغير. بشير عبد الصمد جايب 6 جوال أخرهم مع المنيا 2-0، كان جول جميل جدا من هدافين بشير. المدرب بيفكر وبيحسبها وبيعرف هل الوقت يسمح ولا لا، في إصابة ولا لا، شاف سعفان أخر شوية. المهم أشرف قاسم قطع الكرة دي، واحمد رمزي الاهلي طبعا يهمه النتيجه دي جدا، لان بعد ما الاسماعيلي كان غالب اول مره الاهلي يقول لك الزمالك يجيب جول، على انه لو كسب بكره يبقى في الصوره، والاسماعيلي طبعا هيفضل في الصوره، انما النتيجه دي مش لصالح نادي الزمالك ابدا. دي 47 نقطه، هيتعادل يبقى 48، الاسماعيلي 49. لو كسب اخر ماتش حتى لو الزمالك كسب يبقى الاسماعيلي يسبق، وكذلك الاهلي لو كسب بكره وكسب الماتش الجاي يسبق. يعني هتبقى المنافسه بين اهلي واسماعيلي لو مشيت الامور عاديه، لو انتهى الماتش كده. كورنر بشير عبد الصمد من ناحيه الشمال للعجوز، والعجوز بيعكس وايمن زي ما بيطلع نبيل وشام وبيحطها ايمن رجب. والله برافو ايمن رجب، برضه جايب جولين، واحد براسه مع المريخ، ودي كوره لعبها بدماغه كويسه وجايب جول ثاني في الاولمبي. يعني ما شاء الله مجموعه كبيره النهارده من اللعيبه اللي في الملعب في الفرقتين جايبين اجوان من الباكات والسنترافات كلهم بلا استثناء، ودي حاجه تدل على النضج الخططي والامكانيات الخاصه للعيبه. وادي جمال عبد الحميد وطارق رمزي، الثنائي بتاعه او التوأم بتاعه في جبهه الشمال، وبيلعبها احمد رمزي، انما ايمن رجب وحمزه الجمل العجوز، العجوز ومع هشام لبشير، بشير اشول برضه بس جاي هنا ناحيه اليمين مع احمد رمزي، لان احمد كان بيتقدم وبيشوط برجله اليمين كوره حلوه، انما تطرد وبترجع تاني ناحيه الشمال لمحمد صلاح ابو جريشه. محمد صلاح باين هو قطع المهارات حلوه جدا، انما جهده النهارده قليل، لان الرحله اللي رجعوها هو ومصطفى وتامر وحمزه قطعا لعبوا ماتشات ومجهدين وسفر ولعب. العجوز اسماعيل، اسماعيل يوسف، هشام ابراهيم، ماتش كويس هشام، اسماعيل يوسف. الحقيقه مجموعه كبيره النهارده نادين الواجب وزياده. ورضا عبد العال لجمال عبد الحميد، وخد احمد هنا ويرفع احمد ويرجعها لسعد. الماتش ده لو انتهى على كده هيصعب الفزوره، صحيح زي ما قلت لحضراتكم الزمالك هتبقى فرصته ضعيفه جدا. اوف سايد بشير عبد الصمد، انما ماتش بكره هيبقى مهم جدا، الترسانه والاهلي بالنسبه للاهلي، والماتش بتاع الاسبوع الاخراني الاهلي هيلاعب الاولمبي في اسكندريه، والاسماعيلي هيلاعب الخروم في اسكندريه، والزمالك بيلعب الاتحاد. انديه اسكندريه هي الطرف المشترك في الاسبوع الاخير من الدوري العام. بشير، مصطفى ابراهيم، اوبا،
ويشوف مصطفى ابراهيم كان هيخلص الماتش، انما برافو يا سعفان يشيل جول اكيد، وتترد تاني ومصطفى وبيحطها كوره حلوه حلوه حلوه. مصطفى ابراهيم شاف كوره حلوه مفيش كلام وردها سعفان، وكان ممكن عفت نصار في الكوره الخفيفه دي برضه حطها، انما هيكون مصطفى ابراهيم ما شاء الله. مصطفى برضه من نجوم الصعده، 21 سنه من اشبال نادي الزمالك، و ثالث او لعب موسم 88 مع الزمالك، يعني ده ثالث موسم ليه، وبالرغم من انه عنده 21 سنه يعني خد فرصته وهو 18 سنه. بنلعب في الدقيقه الثانيه في الوقت بدل الضايع اعزائي المشاهدين، وما زال الاشتباك مستمر 1-1 اسماعيلي وزمالك، وفاول للاسماعيلي، جاب جول اسماعيلي قدم في الاحضار، وجول التعادل عفت نصار بدماغه من كورنر. الناس كلها قاعده على اعصابها، مش بس هنا وجمهور الاهلي زي ما بقول لكم، هو ما نقدرش نفصل الماتشات الانديه الثلاثه عن بعض ابدا. الاسماعيلي كان يقدر يخلص لو كسب، انما طالما الاشتباك قائم يبقى الاهلي عايش. وتاني بيشوط حمزه تتصد لمصطفى ابراهيم، وزي ما بقول لحضراتكم دخلنا في منطقه او في مرحله المطبات الصعبه، صعب التعويض، وعاطف عبد العزيز، احمد رزق، واحمد رزق انما برافو اشرف، اشرف قاسم ماتش كبير قوي عامله، اشرف لقناوي، وبيصفر فعلا نادي جويلي بعد مضي 3 دقائق على ساعه من الوقت بدل الضايع، ليعلن عن انتهاء لقاء الاسماعيلي والزمالك، و بتعادل 2-1، وبكده سيداتي انساتي سادتي يرتفع رصيد نادي الاسماعيلي ل 49 نقطة، ورصيد نادي الزمالك ل 48 نقطة، والنادي الاهلي بكرة مع الترسانة ل 47 نقطة، والفزورة بقت في ايد الاسماعيلي والزمالك، ونقول والاسماعيلي والاهلي، وبنقول لنادي الزمالك يعني اديت بشرف، وهل يا ترى هيكون لي جزء من الكحكة ولا لا، مش متوقفة على ماتش المفاضل مع الاتحاد الاسكندريه، انما متوقفه على نتيجه الماتشين اللي جايين للاهلي وماتش الاسماعيلي مع كروم. سيداتي انساتي ساداتي، ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء.